يقول السائل: ما حكم سجود التلاوة مع أناس يقرؤون القرآن جماعة بصوت واحد في المسجد؟ إذا سجد القارئ يسجد الحضور الذين عنده، الذين يستمعون القرآن يسجدون معه ويصبح إماما لهم. أما إذا لم يسجد القارئ فالمستمع لا يسجد، المستمع تابع للقارئ، إن سجد يسجد معه وإن لم يسجد فإنه لا يسجد. نعم.